بتكح، في بلغم، لازم تاخد بالك من لون البلغم لأنه بيقولك كتير عن صحتك. لو البلغم أخضر أو أصفر يبقى جسمك بيواجه عدوى، أما لو في كحة جافة ومعاها بلغم أبيض يبقى التهاب في الشعب الهوائية، ولو لونه أخضر أو أصفر ومصحوب بدم يبقى الجسم بيعاني من التهاب في الرئة. ومهم نعرف إن الجسم بينتج بشكل يومي بلغم شفاف مليان بروتين ومية ومضادات الأجسام الغريبة، والبلغم ده لو زاد في خلال اليوم يبقى الجسم بيحاول يطرد أجسام غريبة دخلت له، وخصوصاً وقت تغيير المواسم. عيادة الدكتور أحمد ناصف للأنف والأذن والحنجرة معاك في كل المواسم.